طبعا الفترة اللي طافت الجميع ظل يتساءل شنو هو 52، اعلانات مليانه جريده الوطن وفي تلفزيون الوطن، فلما يجي اتكلم انا عن 52 قاعد اتكلم عن شركه كويتيه 100%. هذه الشركه راس مالها جدا ضخم، مسؤوليتها وهدفها الاساسي دعم المشاريع الشبابيه اللي قاعد تصير بالكويت. لا يخفي على الملا ان الفتره اللي طافت شهدنا احنا طفره في المشاريع الموجوده في الكويت. وفقا لاخر دراسه 25% من الكويتيين اللي اعمارهم من 25 الى 30 سنه يمتلكون بزنس خاص. فوجودنا احنا ومسؤوليتنا ان نقدم لهم الدعم الكافي ونقدم لهم الخدمات الكافيه. بوادر شركتنا ان شاء الله في شهر 10 افتتاح ستور يعتبر الاول من نوعه في العالم. هالستور ان شاء الله راح يكون جامع اللوكال براند او الماركات المحليه تحت سقف 52. معرض يعني نفس المعارض اللي نشوفها كلها؟ لا هو مو معرض، هو ستور وفكرته والكونسبت فيه جدا جديد. احنا يعني بمكان نفسه فرضنا فيه انه يكون فقط للمنتجات الكويتيه متنوعه اصنافها من ملابس من اكل من ارت داشين ويانا. المكان ان شاء الله راح يكون مكانه في مجمع التلال في الشويخ على مساحه 1500 متر ما شاء الله. ثابت يعني ما هو فتره وينتهي؟ لا ان شاء الله هو راح يكون ثابت، واحنا يعني خططنا المستقبليه وفق الدراسات اللي احنا مسوينها ان 52 يبلش الشويخ بالتلال ويتعدى سور الكويت على المكان الاقليمي والعربي والعالمي. السيلزمن والسيلز اوفيسرز والستايلست كلهم اللي بيكونون بالديبارتمنت ستور راح يكونون كويتيين، وهذا اول مره يصير في الكويت. بالنسبه لقسم المبيعات راح نوافي السبلايرز والديزاينرز بتقرير مالي اسبوعيا وشهريا ان شاء الله. موقع 52 ديجري اللي هو حاليا تحت الانشاء ان شاء الله راح يكون نفس طابع 52 ديجريز نفسه اللي راح يكون الثيم الكلاسيك والاندستريال، وان شاء الله راح الموقع راح يسهل للزائر والكلاينت العامل صاحب العمل نفسه يسهل انه يوري منتجاته حق الزوار والزوار يشوفون المنتجات ويطلبون عن طريق الموقع. مجهزين ماركتينج بلان لكل المشاريع اللي مشاركين ويانا في 52 ديجريز بالتنسيق مع تلفزيون وجريده الوطن علشان نخدم المشاريع اعلاميا. ايضا عندنا اكثر من خطه بالنسبه للماركتينج بلان مثل ويب سايت شامل، مجله شهريه، وعده برامج في تلفزيون الوطن. حاولت ان نعزز هذا الابداع بتصميم فكره غير مالوفه، هي عباره عن عمليه تحوير للفن الكلاسيكي لتكسير القيود والاسس الذي يرتكز فيه الفن الكلاسيكي. قابلنا مجموعه كبيره من المشاريع الكويتيه واحنا وايد متفائلين فيهم. وبعض المشاريع اللي احنا قابلناها اللي هم فروع برا الكويت. احنا 52 نحرص على دراسة وتقييم المنتجات قبل وبعد انضمامها الينا حتى تتماشى مع معايير الجودة المطلوبة. مطعم ايطالي جديد افتتحنا مؤخرا بالبدع، راح نكون ان شاء الله موجودين في 52 كفرع ثاني. الصراحه الشيء اللي شدني في 52 هو الفكره الجديده المطروحه من قبل اداره المكان. غير كذي حسيت انه في بزنس موديل راح يشوف النور قريب، وان شاء الله شهر 10 راح يكون انطلاقته. نتمنى نكون احنا كميلانزاني منطلقين معاه. ميلانزاني وي كوك ايطاليا. دير اند دير ماركه كويتيه مسجلة عالميا، مسجلها أنا بأمريكا وبأوروبا. طبعا الماركة أخذت لها صدى كبير وواسع بالكويت، تقريبا أغلب الشباب الكويتي الحين يعرف الماركة ويلبسها. 52 ديجريز أنا من أول المشاركين، عقب ما سمعت الفكرة وشرحوا لي الشباب ما شاء الله كلهم شباب كويتيين شرحوا لي الفكرة، على طول وقعت وياهم أول واحد أنا. الشغلة المميزة اللي هم تميزوا فيها عجبتني الإعلانات اللي قاعد يحطونها، الخطة الإعلامية اللي قاعد يسوونها قاعد يمشون عليها. يعني أنا أتوقع أن هالشيء راح يصير لا صدى واسع بالكويت إن شاء الله. بدينا في 2005 في منطقة حولي، في 2007 غيرنا شكلنا وجددنا ونوعنا في منتجاتنا، في 2009 تحول من مشروع صغير إلى مصاف العلامات التجارية في أكبر مول في الكويت. الحمد لله في 2010 إن قدرنا إن إحنا نفتح أول فرع خارج الكويت وكان في دبي، وفي شهر 7 إن شاء الله راح نفتح فرعنا الثاني في الدوحة. أكتوبر 2010 راح نضم إلى 52 إن شاء الله بوجه جديد، راح نغير من منتجاتنا من حلويات راح ناخذها معانا طبعا إلى كافيه وسندويشات سلطات، راح تشوفون مفاجآت إن شاء الله في 52، وإن شاء الله نقدر
احنا واصحاب المشروعات الصغيره اخواننا واخواتنا في 52 ان نقدر نفس ما تقول نرسم لوحه تبين ولا تبرز جمال الكويت. 52 ديجريز التصميم التنفيذ بسواعد كويتيه، الازياء اللي راح تشوفونها هناك كويتيه، الاكل اللي راح تاكلونه هناك، الاثاث، جميع الفنون، الاكسسوارات كلها ميد ان كويت. فعشان كذي اتوقع عرفتوا ليش احنا نقينا 52 ديجريز.